السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين رئيس النادي تاع مولودية الجزائر، يعني في وقت مضى قبل كأس الجمهورية، وين في قناة الهداف وين دار تصريحات، يعني تصريحات عالمية وللعالم ولل يعني تهيشير، وخاصة تهيشير، يعني خاصة تهيشير وين دارها على يوسف بلايلي، يعني وين كان هذا مام هذا البريزيدون اللي كان كيبغي يرد على واحد. شو تحية مصطفى مازا وين دارت بيان خطرة زعزع عليهم الكيان تاعهم، خاطش مصطفى مازا كيهدر هدر على الاداره، هما حصلوها باللي المولوديه يتربح وهذو مش باغيين المولوديه بلا يتربح وهذو من وهذو من، لكن في الاخير وين عادت الكلمه المصطفى مازا؟ واش تكلم خرج كل الصحيح، ما عندهم لا مشروع لا والو. انا بقيت مخلوع، قال لك يوسف بلايلي حب المشروع تاعنا، تاعش مشروع تاع ولدو كان يحكم فيك، تخافوا من الولد يوسف بلايلي ديك صغير، تخافوا من الله يطول في عمره والله ينجحه. انتو بريزيدو يضرب الشيطان اللعب بيريز، انا جامي شفتو يضرب الشيطان كريستيانو ولا ما يباش كاع يهضر عليه كاع. انا جنة بيريز من يدو تشامبيونز ليغ يبان، شامبيونه ما يباش، كاس العرش تاع اسبانيا ما يباش، يبان تشامبيونز ليغ برك هذا مكان مام ليا كاع ما يباش. كانوا كونت لاغمات خرج يهدر، قال لهم يوسف بلايلي سجل تلاغمات وعرف كيفاش يلعب ومن تلاغمات، خرج يهدر. اسمعوا شو اسم انا لي قال لك نهار لي داروا الاخرى، قول معايا داروا فبركات على الفيديو، الله اكبر دان 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 دان. قال لك هوليك الانصار قدروا على وليد صادي، وخرج موسى إلما الكذاب ينشر في الفيديو عادي لأنه كذاب. أسمعتوا معنا يوسف بلايلي بعد جوست أبري لا كوب دافريك ايتي إليميني، جوست أبري لا كوب دافريك جا دو جور أبري راح لتلاغما دار دو باس ديسيسيف. صدير يوسف بلايلي لو كان ما يسيبش روحه في أمور يكون روحه في يعني في مكان لاباس به، يكون في كامل لياقته، يعني جاء راح لتلاغما لعب الماتش وتأهلنا للدور. صحيح، خليني انا مانيش نطيح بتلاغما ولا نطيح. بصح يوسف بلايلي نقول لك مركز الانديه ديفونس تاعهم ضعفاء، بصح انا جامي شفت يوسف بلايلي في الشامبيون هذي ما مركز لا للسيربي لا لياسما لا بارادو، وقيلا ما مركلهاش، ما مركلش لف، ما مركل القسنطينه، ما مركل انا تلاغما المقبل يعني في مكان لاباس به، يكون في كامل لياقته، يعني جاء راح لتلاغما لعب الماتش وتأهلنا للدور المقبل. يوسف بلايلي انا بور مو نحيي بالمناسبه، نحيي الاب تاعو، لان الاب تاعو كاين ناس بزاف يتكلموا عليه كثير، لكن الاب تاعو يلعب دور كبير في 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 حياته الرياضيه، وقف عليه. وكانت النهار الاول كي بدينا لي نيغوسياسيون كان الاب تاعو فريمون اوفر ا توت نيغوسياسيون. رحت جوج خطرات الوارن لا تروزيام فوا اون سيني لو كونطرا، لكن كي نحكي لك على المشكل اللي حدث له مع ليكيب تاعو تاع ليكيب اللي كان عندها، انا سيتو المولوديا باسكو البعض كان يقول بانه سوف لن يبقى الى نهايه الموسم، هو بقى ومازال يدرب حتى في شهر جويليا. الناس راهي كاع اللاعبين تاع الفرق الاخرى راهي كاع كونجي، هو راهو يجي يدرب لانه امن بالمشروع نهار الاول، امن بالمشروع وكاع واش هو يصرى. قالوا لي نهار الاول قبل ما يمضي امور اللي صرات، قال لي رانا رايحين. يعني كان عنده ثقه في عنده ثقه في نفسه وعنده نظره مستقبليه. كاين ناس بزاف اللي غالطين فيه ويعرف بزاف كره القدم، انا نتنبا له باش يكون مدرب لاباس به في المستقبل. انت فانك نتنبا لك باللي غادي تكون انت هو بيريز، هاو غادي نتنبا لك تكون انت هو عمي ظريف الله يرحمه. عاودي على ما تسكتوش، ياه على ما فاش تخدم واسكت، يا كون خدمتو وسكتو هو داير فيكم التير بس، قلا غير شو انتم تكتبوا عليه المولوديه، حنا ما شفناش ولا
ايش وين تتهضر بابا؟ بابا ولا الناطق الرسمي غير شويه ولي الناطق الرسمي تاع المولوديه. انت بابا فرض عليك مع الاول مع يعني بعد نهايه الشامبيونه اش قال لك؟ اقول اش قال لك؟ قال لك انا ندخل في كاع اللعابه اللي تجيبهم انا ندخل انا اللي نعين انا اللي ندير انا اللي كلش نديرها هنايا. حتى جاته من فوقه جات من فوقك لازم هذا اللي ما يقعدش واو لا هضر 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 لي باينه ولا كيما ذاك خسروني قال لهم بلاي لي ست بوتي ست قلت البغالي انت بايك بريزيدون انت بايك ماناجر خسروني انت بايك ماناجر انت فانك والله لا والله لا حاجه كبيره انتيا انت فانك حاجه كبيره انت فانك تاع علاقه والله العظيم انت فانك تعجبني انت اللي وقت اللي قلت لهم الماتش تعاون انا عاقلين عليك انا اللي قلت لنا الماتش تعاون رانا غير قالوا هذا الماتش اللي تعاود كي داير واو لا تعقل عام ماتش تعاود ولا فبرك نتوما فور دي جرون نتوما والله العظيم واو نتوما دي جرون على بالك نتوما مكاش لي يطيق عليكم هاو دعم فور نتوما فور 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 بزاف فور بزاف نتوما تعجبني صورتو مين تكونوا انت اللي قلت لهم باللي المولوديه راهي تاع مؤامره عليها والشامبيونه تعيطوا لك بس بنت انت وقيله لا راهو دا فور عربينا سهله اللي تهضر معايا يقول لك لا واللعاب هذا يدير الخير لعاب يدير الخير انا هنا احنا رانا انا في جمعيه خيريه هذاك خسروني مقبل مي كانت مشيت لهم كان يقول لك اللعاب يدير الخير لعاب تاع خير هذا لعاب يدير الخير جمعية خيرية خلي الناس تدبر راسها أو أنتم فاني يقول لك جمعية خيرية عند اللعاب يقول بالصح أحسن بلي بالصح اللي ما يعرفكمش أحسن بلي بالصح بلي غارونتي ومنا واش راكم تهضروا كلش حقيقة باغانية روري هو ريا بلاستك أولي روح روري يا بلاستك روح أولي روح تا لعب تا بابا تخاب من بابا تا بريزين وتا مولودية تخاب من بابا جوار تخاب من ولد جوار كان دير فيكم التير مشي كان يقعد مع ليرو بلاصو رانا غالطين كنتو ما غير المولودية غير شنو نتوما تعطوها له كاع غير باش بغيتو ديرو تردو كيما اللي كانوا مسؤولين في الاتحادية خازنين مور مدرب نتوما ولدو خازنين مور بلايلي واو لا نتو خازنين مور بلايلي نتوما قاع عايرين فيكم كيفاش نتوما تخمولها والله رانا عايرين كيفاش تخمولها عندك حاجة عادية عندكم وتبغوا الناس يأمنوا كلاغمات مالو خبي لي كونت سيربي مالو مشي دسوه واخ دسوه كونت سيربي ولدو تحبسو عليه مصدوش كونت سيربي واو لا واخ حبستو عليه مصدوش ماركمش غالطين لا مش راكم غالطين نتوما ماشي حنايا وهذا سب والله العظيم ما قاعد بغيتو تروحو يعني عادي نورمال عندكم خويا عندكم تبغو تطلعو واحد عادي وهو وين عجبني مي قال لهم راح للتلاغمات با 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 خلاص وين ليا بريزيدون مسيو بريزيدون تعجبني مسيو بريزيدون والله اللي عندكم واحد القوة كبيرة حلوة كبيرة عندكم ليش؟
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.